صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
الله أكبر. يا الله من حي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله. كما أتمها على
إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله صراط الذين أنعمت عليهم
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
يا إلهي توبة يا الله توبة يا إلهي توبة يا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه من يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise and worship and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, the one, the only, the unique, la ilaha illallah, man has right to worship Allah subhanahu wa ta'ala. The heavens and the earth worship you, Ya Allah. It all comes to you in submission, Ya Allah. The stars and the trees fall in sujood, and all creatures glorify your names and your praises, and we glorify your names. Ya Allah, you are the Lord, the light of the heavens and the earth. You are the Lord of the sick and the weak and the oppressed, and you are our Lord, Ya Allah. None has the right of worship other than you. إياك نعبد وإياك نستعين.
You alone do we worship, and upon you we put all our trust and all our hope. La ilaha illallah, we testify that there is none worthy of worship but you, Ya Allah. Who can we turn to other than you, Ya Allah? It is for you and you alone that we stand this night in salah, Ya Allah. It is for you and you alone that we make sujood and we make ruku. It is for you and you alone that we fast and we give on charity. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-'alim wa tub 'alayna innaka at-tawwabur rahim. Oh Allah, accept from us all our ibadat this month of Ramadan. Oh Allah, accept all of us, all our ibadat, the small that we've done, the little that we've done. Pardon us for our shortcomings, Ya Allah, for you are most appreciative, most kind, Ya Allah. Rabbana, Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna. Oh Allah, pardon us our faults and our sins, Ya Allah. Let us not leave this month of Ramadan except that all our sins are forgiven, Ya Allah. Oh Allah, forgive us, all of us, our sins, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Oh Allah, we have sinned against ourselves, we wronged ourselves, not you, Ya Allah, we wronged ourselves. And if you do not turn to us and forgive us, then surely we are lost. Ya Allah, you know all that we do of sin, Ya Allah. We cannot hide from you, nor can we turn from you, but we turn towards you, Ya Allah, and hope in your mercy, Ya Allah. Our sins are great, but your mercy is greater, and we have hope in your rahmah, Ya Allah. Allahumma ajirna min al-nar. Oh Allahumma ajirna min al-nar. Allahumma ajirna min al-nar. Allah, protect us from the fire of Jahannam. Protect us from the adab of the Jahannam. Protect us from the punishment of the grave. Protect us, Ya Allah, from standing before you, Ya Allah, on the day of Qiyamah, and with deeds that are insignificant, Ya Allah. Protect us from sahatik. Protect us from your displeasure, Ya Allah. Protect us, Ya Allah, from your anger, Ya Allah. Protect us from being distanced from you, Ya Allah. We turn to you, and there is no fleeing except towards you, Ya Allah. Protect us with your rahmah. Allah, إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. We plead to you, forgive us and protect us from the عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. Protect us from all the fitness of this dunya and the fitna of the akhirah, Ya Allah. Allahumma, Allahumma, innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Allahumma, barik lana fi Ramadan, barik lana fi a'malina. Oh Allah, bless us, Ya Allah, in all that you've given us. Grant us, Ya Allah, to be grateful for the ni'mah that you bestowed upon us. We thank you, Ya Allah, for the blessing of Islam. We thank you for the blessing of Iman. We thank you for choosing us to be Muslimin, Ya Allah. Grant us to live as Muslims and die as Muslims and be resurrected amongst the Muslimin. Ya Allah, protect our deen in this country. Protect our deen in this land, Ya Allah. Protect Islam, Ya Allah, in this ummah, Ya Allah. Oh Allah, bless us, Ya Allah, in our health and in our children and in our wealth, Ya Allah. Ya Allah, subhanahu wa ta'ala, every blessing that you've given us, Ya Allah, we thank you, Ya Allah. We cherish you for what you've given us, Ya Allah, of risk, of sustenance, Ya Allah. Please, Ya Allah, protect us from poverty and protect us from debt, Ya Allah. Protect us, Ya Allah, from sickness and ill health, Ya Allah. And protect us, Ya Allah, from loss and from fear in this dunya. Ya Allah, Allah, warhamhuma kama rabbayana saghira. Oh Allah, have mercy on our parents as they had mercy on us, Ya Allah. Honor our parents as they had mercy on us, Ya Allah. Allahumma, جعلنا أولادنا وأزواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Oh Allah, grant that our wives, our husbands, our children be the coolness of our eyes. Bless us in our marriages. Bless us in our children, Ya Allah. Protect our children, Ya Allah. Grant them to grow up under your eye and your protection, Ya Allah. Preserve them and protect them from the evil of this dunya, Ya Allah. Oh Allah, grant us a long, prosperous life, Ya Allah. And grant our lives to be an increase in all that is good, to be an increase in goodness, Ya Allah, and grant our death be a release from all that is sad and harmful of this dunya. Allah, grant us to have a death that is good, Ya Allah. Protect us, Ya Allah, from an evil death, Ya Allah. Grant us to turn to you and to come to you in a state that you are pleased with, Ya Allah. Grant us to have Iman and Taqwa the day that we die, Ya Allah. Grant that we enter the Qabr, Ya Allah, in a state of goodness, Ya Allah. Allahumma ghfir ahli al-kubur, Ya Allah, min al-muslimin wal-muslimat. Oh Allah, have mercy on all those who have passed away. Our grandparents, our parents, and all our loved ones in the kubur. Ya Allah, fill the kubur with light and with nur and with the mercy and the winds of Jannah, Ya Allah. Grant us to be with them, Ya Allah, in goodness, and grant us to be united together in Jannat al-Firdaus. Oh Allah, grant all of us Jannat al-Firdaus. Ya Allah, we ask of you with your glorious face to grant us Jannat al-Firdaus, that all of us sitting here, all the Muslimin into Jannat al-Firdaus, Ya Allah, grant us Jannat al-Firdaus. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin.
Oh Allah, strength this ummah, Ya Allah. Strengthen this ummah, Ya Allah. Please, Ya Allah. We are weak, Ya Allah. We are disunited, Ya Allah. We are broken, Ya Allah. Please, Ya Allah. Help us. Assist us, Ya Allah. Bring our hearts together, Ya Allah. Grant us to be as one ummah, Ya Allah. Protect us from our enemies, Ya Allah. Help our brothers and sisters in Gaza. Oh Allah, help our brothers and sisters in Gaza, Ya Allah. Please, Ya Allah. Heal those who are injured. Grant Jannah for those who have martyred. Replace what they have lost with something better, Ya Allah. Send to them, Ya Allah, your strength, Ya Allah. Your izzah, Ya Allah. Ya Allah, destroy the enemies of Islam, Ya Allah. Destroy those who have been harmed to this ummah, Ya Allah. And help all those who are oppressed throughout the world, Ya Allah. Wherever they may be, Ya Allah, help them, Ya Allah, the orphans and the sick and the destitute, Ya Allah. Anta waliyuna, you are our protector. We have no wali other than you, Ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. There is no change, there is no might except through you, Ya Allah. Help the Muslims and our brothers and sisters in Kashmir and in Yemen and in Somalia and in Chechnya and in China and wherever they are in the world, Ya Allah. You know and we do not know. We put our faith and our trust in you, Ya Allah. Protect us, Ya Allah. Oh Allah, grant that this not be our last Ramadan, Ya Allah. Allah, let us see another Ramadan after this, Ya Allah. Accept this Ramadan from us, Ya Allah. Grant us the reward of Laylatul Qadr, Ya Allah. Grant us the reward better than 1,000 months, Ya Allah. Anta al-Kareem, you are most generous. You are most generous, Ya Allah. Our deeds are few, but your generosity is great, Ya Allah. Grant us to see another Ramadan. And grant us to be better after this Ramadan. And grant us to achieve your happiness and your pleasure. And grant us Jannah for those. قال تعالى إن الله أحد يجدون يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم وفقنا بالحياة لنا بالخير وجعل واجب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء كريم